عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سوف نقوم بإنجاز 8-16 صفحة 65 من الكتاب المدرسي المفيد في الرياضيات. إذا قلنا في التمرين الحالة المتراجحة التالية. إذا كما قلنا في الدرس الفرق ما بين المتراجحة والمعادلة هو الرمز. في المعادلة كتولد هذا الرمز يساوي. أما بالنسبة للمتراجحة إما كيكون أكبر قطعًا ولا أصغر قطعًا أو أكبر من أو يساوي أو أصغر من أو يساوي. هذا هو الفرق ما بين المعادلة والمتراجحة. فاش نكون كنحل المتراجحة غندوز كما كندير في المعادلات غندوز المجاهيل جهة اليسار والأعداد الحقيقية يدوز جهة اليمين. إذا عندي هنايا 2 على 3 إكس زائد 4 أكبر قطعًا من إكس على 3 ناقص 1. داكشي اللي غندير في المعادلة كندير في المعادلات غنديرو غندوز هاد إكس على 3 تجي حدا الصديقة ديالها جوج على 3 إكس وزائد 4 غيفوت له حدا العدد ناقص 1 يعني الرفيق ديالو أو الصديق ديالو يعني الأعداد الحقيقية الجهة والمجاهيل الجهة اليسرى. إذا غادي يجينا 2 على 3 إكس ناقص إكس على 3 علاش درنا ناقص كما قلت في المعادلة أي عدد كينتقل ويتخطى الرمز تتغير الإشارة اللي قبل منه هنا كاين زائد كتولي ناقص أكبر قطعة ناقص 1 زائد 4 يفوت لديك جي تولي ناقص 4 لدينا نسيتها أي. ثم بعد ذلك سأقوم بالحساب غنحسب داك الشيء اللي غيتحسب. هنا عندي المقام راه موحد هنا المقام لاحظتوا بنا موحد ما نحتاجش نوحد المقام بلا توحيد المقام غير غنحسب البسط. 2 اكس لاحظوا معايا انا كنقراها كيفاش نقراها سنقرا 2 اكس ناقص اكس هي اكس على ماذا على المقام ديالنا اللي هو 3 2 كنقرا 2 اكس ناقص اكس حالا هذيك راه فوق الكسر هنا حالا راه فوق الكسر. اذا 2 اكس ناقص اكس يساوي اكس والمقام هو 3 تبقى لنا اكس على 3 اكبر قطعا من ناقص 1 ناقص 4 هي ناقص 5 أعيد ناقص 1 ناقص 4 هي ناقص 5. ثم بعد ذلك هنا الكسر سيصبح ضرب بحال اللي كندير في المعادلات الكسر يصبح ضرب. إذا هي 3 في ناقص 5 في الأخير سنحصل على ناقص 15. هنا غادي تسألوا بعض التلاميذ يقول لك علاش ما قلبش الرمز. العدد الذي يرتبط بإكس هنا عدد موجب كو كان عدد سالب أيه هنا غيوقع تغيير الرمز. كو كان هذا عدد سالب هاد 3 هو ناقص 3 فاش غنضرب في ناقص 3 هاد الرمز أكبر يولي أصغر قطعا علاش؟ لأن غيكون العدد المرتبط بإكس سالب. مي هنا العدد المرتبط بإكس هنا يعني بحال قلنا إكس هنا إكس على 3 علاش نقولو مرتبط بإكس راه هي إكس في 1 على 3 هي إكس في 1 على 3. إذا العدد المرتبط هنا بإكس عدد موجب إذا ليس هناك تغيير للرمز ما غنغيروش الرمز. لذلك خلينا 3 كما هي وخلينا الرمز كما هو. بعد ذلك ومنه حل المتراجحة ضروري من هذه الجملة بحال كنديرو في المعادلة هي الأعداد الأكبر قطعا من أكبر قطعا من ناقص 15. ضروري ما تكتب هذه الكتابة لأن راه ضروري خصك تكتب. ثم بعد ذلك أنتقل إلى المتراجحة التالية. إذا أعطونا هنايا 1 على 5 إكس زائد 2 على 3 أصغر من يساوي ناقص 2 على 3 إكس زائد 1. إذا لدينا أي هنا شنو غادي ندير؟ كما درت في الأولى غندوز المجاهيل جهة اليسار والعدد الحقيقي يدوز جهة اليمين. إذا 1 على 5 إكس هنا ناقص 2 على 3 إكس دوز لنا تولي زائد 2 تغيرات الإشارة ديالها لأنها تخطات الرمز أصغر من أو يساوي. دائما قلنا فاش كتخطاو الرمز كتغير الإشارة قبل العدد. هنا زائد 1 بقات ثم زائد 2 على 3 تفوت لديك الجهة تولي ناقص 2 على 3. بعد ذلك سنقوم بالحساب. إذا هنا عندنا المقام هنا 3 وهنا 5.
إذا المقام غير موحد، غير موحد المقام بمعنى أن غادي نضرب 5 في 3 ونضرب 3 في 5، إذا 5 في 3 تولي هي نعم هي 15. ها هي هنا غادي نضرب 1 في 3 هي 3 إكس، 1 في 3 هي 3 إكس زائد 2 في 5، لأن أنا ضربت 5 في 3، 2 في 5 هي 10 إكس، أصغر وتساوي 1 زائد 1 في 3 هي 3 ناقص 2 على 3، وحط المقام ضربت هنا بحال 1، 2 في ناقص 2 في 1 هي ناقص 2، هذا هو توحيد المقام اللي درنا. أي دابا غنحسب، عندنا 13 إكس على 15 أصغر مساوي هنا 3 ناقص 1 هي 3 ناقص 2 هي 1 على 3، هنا غنلقاو إكس، إكس مرتبط بالعدد 13 على 13 على 15، هتولي لنا إكس أصغر مساوي العدد هذا 13 على 15 عدد موجب، إذا ما يوقعش تغيير للرمز، الرمز غيبقى أصغر مساوي 1 على 3 مضروب في 5، ولا بغينا نديرو الضرب، إذا درنا الضرب غادي من الأفضل نديرو الضرب ونديرو التصوم على 13 على 15، اللي غتعطينا بعد إكس أصغر مساوي مضروب، يعني غنضرب في مقلوب الكسر، هنا درت على جهة القسمة، لأن هنا بحال هنا عندكم الضرب، هنا 13 على 15 عامل إكس، عامل إكس شنو هي؟ 13 على 15 إكس، فاشكون بحال هكا راه بحال إكس على السطر، بحال هكا كتبنا بحال هكا 13 على 15 إكس، إذا هنا كاين هنا الضرب، الضرب غتولي قسمة، الضرب غيولي قسمة، إذا ضربت قسمت. علاش ما غيرتش الرمز كما قلت قبيلات؟ العدد المرتبط بإكس عدد موجب، إذا ليس هناك تغيير للرمز، ما معنى تغيير الرمز؟ لكن أصغر كيولي أكبر ولكن أكبر كيولي أصغر، هذه فوقاش، إذا كان العدد المرتبط بإكس عدد سالب، إذا تولي لنا هنايا هي 1 على 3 في 15 على 13، اللي غتعطينا أنا نكمل هنا، اللي غتعطينا إكس أصغر مساوي 1 في 15 هي 15، 3 في 13 لأن فاش يكون لي الجداء فاش يكون عندي الضرب كنضرب البسط في البسط والمقام في المقام، كنضرب البسط في البسط والمقام في المقام، و 3 في 13 هي 39، كاين الاختزال ب 3 غادي تبقى لينا ماذا؟ 5 على 13، 5 على 13، إذا وبالتالي غيكون حل المتراجحة هي الأعداد، أين الأعداد؟ الأصغر من أو يساوي هنا، الأصغر من أو يساوي، هنا إكس أصغر من أو يساوي، هنا إكس أصغر من يساوي 5 على 13، إذا نقول هي الأصغر من يساوي أصغر من أو يساوي 5 على 13. إذا هذا الحل ضروري من ديك الجملة تكتب. نمشيو للمتراجحة الموالية، المتراجحة الموالية قمنا فيها لاحظوا معايا 3 على 2 إكس ناقص 1 أصغر قطعا من 4، أصغر قطعا من 4، شو غتولي لنا؟ هي 3 لدينا أي تولي هي 3 على 2 إكس أصغر من 4 زائد 1، ناقص 1 داز حدا 4 ولا زائد 1، أي 3 على 2 إكس أصغر قطعا من 5، أي لاحظتوا هنا العدد 4 زائد 1 يساوي 5، ولكن شنو عندنا؟ عندنا الضرب، إذا كان الضرب شنو يولي؟ يولي قسمة، إذا تولي إكس أصغر قطعا من 5 على 3 على 2، أي إكس أصغر قطعا من 5 في 2 على 3، فاش تكون القسمة كنضرب في مقلوب الكسر، كنضرب في مقلوب الكسر، أي إكس أصغر قطعة من 5 في 8 هي 10 على 3، إذا الحل المتراجحة ضروري نكتبوا الجملة هي الأعداد، الأعداد أصغر قطعة، أصغر قطعة لاحظوا كاين أو تساوي، فاش يكون تساوي كيكون هنا هاد السطير هنا مع واحد الخطيط هنا أو تساوي، سواء في أكبر سواء في أصغر، فاش يكون هكا بدون أو تساوي كيكون قطعة بحال دابا هنايا، هنا في المعاملة كاين أو تساوي أكبر من أو يساوي، أما هنا أصغر قطعة من
10 على 3 نمشيو للمتراجعه المواليه. هنا عندي هذه المتراجعه اول حاجه غادي ننشر، اول حاجه غننشر 2 في 3 اكس هي 6 اكس، 2 في ناقص 1 هي ناقص 2، زائد 5 في ناقص اكس هي ناقص 5 اكس، زائد 5 في زائد 2 هي زائد 10، اكبر من تساوي ناقص 2 اكس زائد 6. اذا شنو درت؟ نشرت، هي الاولى نشرت، نسيت بعدا لدينا اي بس ضروري نكتبوهم. ثم بعد ذلك غادي نجمع هذا 6 اكس ناقص 5 اكس هي اكس، 6 اكس ناقص 5 اكس هي اكس، ناقص 2 زائد 10 هي زائد 8، ناقص 2 زائد 10 حتى تنزل العدد بالاشاره اللي قبل منه باش ما نغلطش في الحساب. ثالث وكانت ناقص ناقص 6 اكس نقول، ولكن بما انها 6 اكس ماشي ناقص قلت 6 اكس ناقص 5 اكس، كنزل العدد كنجمعو بالاشاره قبل منه باش نكون كنجمع، اكبر من او يساوي ناقص 2 اكس زائد 6. هاي صبحات بسيطه بحال الاخرين، ندوز اكس ناقص 2 اكس دوز لنا تولي اكس زائد 2 اكس لان تخطات الرمز تساوي، ثم زائد 8 تفوت 3 تولي ناقص 8. دابا غنحسب اكس زائد 2 اكس هي 3 اكس، اكبر تساوي 6 ناقص 8 هي ناقص 2، اذا غتصبح اكس كتساوي عفوا اكس اكبر من او يساوي ناقص 2 على 3. لاحظتوا ما غيرتش الرمز لان العدد المرتبط باكس هنا عدد موجب، هذا كندير في المعادله فرق ليه ولا تقسمه. اذا حلوا المتراجعه هي الاعداد الاكبر من او يساوي ناقص 2 على 3، اذا نكون بذلك حلينا المتراجع. ثم نذهب الى المتراجعه الاخيره الخامسه والاخيره، قدمنا واحده في التمرين، نتمنى ان تكونوا فهمتوا كيفاش كنتعامل مع المتراجعه. هذا تمرين غير تمرين تطبيقي لكيف التعامل مع المتراجعه. لاحظتوا بان كنتعامل مع المتراجعه بحال كنتعامل مع المعادله، شنو اللي هو التغيير ما بينهما ما بين المتراجعه وهذا هو، والمعادله هو الرمز. في المعادله كتكون الرمز تساوي، وفي المتراجعه تكون الرمز اصغر قطعا اكبر قطعا او اصغر من او يساوي او اكبر من او يساوي. هذا هو الفرق ما بين المعادله والمتراجعه، كيكون غير تغيير في الرمز تساوي كيصبح اصغر او اكبر. ثم المعادله الاخيره هي الخامسه، عاطينا فيها لدينا اكس ناقص اكس على 2 زائد 1 اصغر من او يساوي اكس على 3 ناقص اكس على 4 زائد 2. اذا نحلو هذه المتراجعه بنفس الطريقه اللي قلنا دابا، هو انا ندوز المسائل جي والاعداد جي، ولكن من بعد ما نحد المقام غندير هنا واحد الطريقه زوينه فاش تشوفوها كالكوسور بزاف من الافضل نوحد المقام لكل شيء، فاش تشوفوها كالكوسور بزاف نوحد المقام لكل شيء من الافضل. اي لاحظوا غنوحد المقام لكل شيء، المقام الموحد ديال كل شيء هو 3 في 4 اللي هي 12، ها هي 12 المقام الموحد تما هو 12، كناخذ اكبر الارقام ودرت لهم الجهودات، 3 في 4 هي 12، اذا ندير هنا 12 ها وندير هنا 12 ونتخلص منه، ندير بحال كندير في المعادلات كنوحد المقام لكل شيء ونتخلص في مره من المقام. اذا هنا عندي واحد، هنا واحد ضربت في 12 اذا انت اكس نضربها في 12، هنا عندي 2 2 ضربتها في 6 باش تعطي 12، لاحظوا كنقول فاش ضربت واحد ضربتو في 12، اذا تلبس ديالو اللي هو اكس نضربو في 12، هنا عندي 2 ضربتها في 6 تا اكس غنضربها في 6 هي ناقص 6 في اكس، ثم هنا عندي واحد واحد ضربتو في 12 واحد الفوقاني اللي هو في البسط، هذا الواحد اللي في الوسط اللي هو الفوق تا هو يتضرب في 12، اذا 12 في واحد هي 12. نمشي لثلاثة، ثلاثة ضربناها في 4 باش تعطي 12، ثلاثة ضربناها في 4 باش تعطي، إذا تا إكس الفوق غنضربها في 4، ناقص عملية، 4 ضربناها في 3، 4 ضربناها في 3، إذا حتى إكس غنضربها في 3، هي 3 إكس، زائد، هنا عندي المقام أي عدد بوحده بطبيعة الحال قلنا مرارا بين أي عدد بوحده راه مقسوم على واحد، إذا واحد ضربناه في 12، تا
تي 2 عند 4 12 2 في 12 نكتبها باش كلشي يفهمها لان انا كتبتها بلا ما كتبتها ما غاديش تفهم. اذا انا غنحيد المقامين شنو غيبقى 12 اكس ناقص 6 اكس زائد 12 اللي هي 12 في 1 اصغر يساوي 4 اكس ناقص 3 اكس زائد 2 في 12 هي 24 2 في 12 جوج ديال 12 هي 24 اي 12 اكس ناقص 6 اكس هي 6 اكس 12 ناقص 6 اكس 12 اكس ناقص 6 اكس هي 6 اكس زائد 12 اصغر يساوي 4 اكس ناقص 3 اكس هي اكس 4 اكس ناقص 3 اكس هي اكس زائد 24 بعد ذلك غادي تصبح 6 اكس اكس نجيب وحده صاحبتها او وحده الاخت ديالها اللي هي ناقص اكس يعني زائد اكس ولات لهنا ولات ناقص اكس اصغر يساوي زائد 24 تبقى بلاصه زائد 12 دوز ليت ولي ناقص 12 زائد 12 دوز ليت ولي ناقص 12 قلنا بان الاعداد كيتبعوا حينما يتخطون الرمز تغيير الاشاره ديال ديال العدد. اذا 6 اكس ناقص اكس هي 5 اكس اصغر يساوي 24 ناقص 12 هي 12 اي 5 اكس 5 اكس هنا هي اكس اصغر يساوي 12 على 5. اذا هنا شنو الضرب ولا قسمه الضرب ولا قسمه ومنه حل المتراجحه هي الاعداد الاصغر من او يساوي شحال 12 على 5. نكون بذلك انتهينا من انجاز التمرين 16 صفحه 65. اذا نتمنى ان تكونوا فهمتوا هذا التمرين هذا وكيفيه كيفاش تخرجنا. راه هكا كيتخرجوا المتراجحات هكا كيتخرجوا مزيان بحال الشكل ديال المعادلات. زورونا على الموقع vopprof.blogspot.com او في الواتساب عبر الجروب اللي دايرين هو 0662 36 43 12. وجزاكم الله خيرا لكل من نشر هذا الفيديو مع الاصدقاء والصديقات اللي كيعرفوهم سواء في مدينتي او في غير مدينتي. المهم انا بغينا الاستفاده تكون للجميع تلاميذ 9. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.